السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية وارتفاع الريال القطري وأسعار العملات مقابل الجنيه اليوم. ارتفع سعر بيع الريال القطري والدينار الأردني والبحريني مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم. أما الأسعار، أسعار العملات سجل الدينار الكويتي 77 جنيه و21 قرش للشراء، 80 جنيه و20 قرش للبيع. الريال السعودي 6 جنيه و52 للشراء، 6 جنيه و54 للبيع. الدرهم الإماراتي 6 جنيه و69 للشراء، 6 جنيه و70 قرش للبيع. الدينار البحريني 63 جنيه و41 للشراء، 65 و23 للبيع. الريال القطري 6 جنيه و29 للشراء، 6 جنيه و75 للبيع. الدينار الأردني 34 جنيه و13 قرش للشراء، 34 جنيه و70 قرش للبيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ويعلم على علامة الكل يوصله كل جديد وشيروا الفيديوهات عشان الناس تستفيد. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.